على غير يا جماعة والله يعني أهلا وسهلا فيكم بالفيديو. ضل شوي المئة ألف، ضل شوية أيام لهاي السنة، فالموضوع صار هيك مجنون مجنون، فكان لازم لازم نزل كل يوم، لازم نزل كل يوم، لا أخ لازم نزل كل يوم عشان نوصل أخذ الفضي قبل نهاية السنة، بس ما بعرف إذا حتصير ولا بصراحة، فبدعمكم يمكن نوصل، أنا حظل أنزل كل شوي فيديو يمكن كل يوم حتى نوصل، فيلا خلينا نبلش الفيديو. اليوم بدي أحكي عن شخصية مغني صاعد كأنه اسمه سعد مجرد، أنا هيك سمعت اسمه، عنده كم من أغنية جابت فيوز شوي، يعني مثلا أغنية المعلم كأنه أغنية المعلم شهرته عليها 876 مليون، هيك أنا غني عليها فيوز منيحة، ماشي حاله من بزنس لمغني جديد بلش. اللي صار يا جماعة إنه هو نزل فيديو، هذا الفيديو سوى جدل كبير كثير بيني أنا وإنتوا على على انستغرام، نزلت ستوري لفيديو كاتب عليه يا الله مين سبب الفيديو، هسه الكل راح يعرف أغنيتي مع مين، يعني تعرف كيف النافع على الانستغرام مش طبيعي. المهم هذا الفيديو، هذا وجهكم اياه، فيديو هو لسعد المجرد، هو بلطشني كف نزلت ستوري انا والودود كانت يا جماعه يعني إشي بخوف، طلع الودود، شوف شو رايك تزوق على حالك بكفي زناخه بدون جهال. انا لاني نزلت ستوري بعد هاي حكيت انه بدي جاه لباب البيت عشان اسامحه انه عمل هيك وفضحني قدام الناس، الموضوع ازعجني يا جماعه ما قدرت الا هيك اعمل. المهم فواحد ثاني بعث لي انا مش فاهمه مين ضرب مين وشو دخل سعد المجرد، شو كيف ليش متى وين بس وعلامات استفهام، ما بعرف ليش. الوضع توتر يا جماعه، الوضع توتر، الناس بلشت نفسها تعرف شو في شو القصه، ولسه الناس تبعت جد بتحكي انت بتعرف سعد المجرد شخصي، صراحه هاي الشغله ضايقتني لانه دائما في مصداقيه بيناتنا. انا اكذب عليكم انه سعد مجرد اطشني كف، هو هاد من جد انت، وبلشت شكوك تزيد، بلشت مصداقيه تقل، ليش تكذب هاد مو انت هاد انت، صراحه الموضوع ضايقني، حسيت انه بلشت يعني صراحه مصداقيه تروح للصفر. صراحه حكيت لا ما بصير زي هيك، بعدين لاخر مسج كانت ليش تكذب هاد مو انت، صراحه هون اذيت، حسيت انه بلش الناس يظلموني وانا ما بحب الظلم، خصوصا الناس من لطش كف سعد المجرد، شايفين الفيديو مليون واحد، هو كاتب على الفيديو، ترى شو كاتب على الفيديو، كانت ديسكرايب هاو ماتش وي يوز تو لاف، الله الله احنا بنحكي مع بعض انجليزي انا وياه، مو مريز وذ ابن جاوي، مو مريض انه بحكي لك ذكريات مع ابن جاوي، انا بدلعوني هناك ابن جاوي، هيك احنا بنادي بعض، انا بنادي سعود وبناديني ابن جاوي، هذا الدلعي بس ما يعني بديش ناس يعرفوه بصراحه، وفضحني مش بس نزل الفيديو، فضحني بلقبي، ما كنت حاب زي هيك بصراحه. بطلع على البني ادم اخوان، هذا انا طلعوا على الصباح يا جماعة، أنا هاد صباحي ما في حد عنده إياه زيه، ما في حد، فأنا أنا نفسي مستغرب بحكي أنا متى لطشت كف من زمان، معقول كف كذا ما هو قوي نساني، أنا استغربت والله، هو منشن واحد اسمه أيوب بنج، هسا بنشوف من هو، مين البني آدم اللي متقمص شخصيتي، وسعد مجرد ليش قاعد بنجح على ظهري وليش بده مشاهدات مني، يعني إشي ضايقني بصراحة، ما أتوقع هذا من سعود حبيب قلبي، شوف مين الشخص اللي ماخذ شخصيتي، اسمه أيوب بنجي، هذا الشخص يا جماعة متقمص شخصيته وماخذ لقبي، طلعوا عليه طلعوا عليه، إيه؟ أوكي ليش لابس طاقية؟ يا جماعة صدق إنه هو مستحي من صباح، أنا متأكد دقيقة أتأكد بالله، لأن الناس اللي عندهم زي صباحي هذا الله يخلي إياه أغلبيتهم بخفوه، بلبسوا أشياء دائما بخفوه، دقيقة يعني نشوف، هون خبى كل وجهه ماشي فيش تقبل وجهه ابدا. طيب هون في فيديو هو لابس قناع، اوكي هون هون كمان صوره هو لابس طاقيه، واضح انه الصباح ما بجيب مشاهدات منيحه. اشوف والله هي كمان هون ضايقني، طلع هون كمان هون كمان، ولا ايش معلم انا وياك على نفس الصباح المفروض تفتخر فيه، طلع هون كمان طاقيه، يا عيب الشوم والله يا عيب الشوم. ليش تستحي صباحك؟ احنا صباحنا ملوك يا اخي، اصلا بيحكوا انه الصباح هو دليل على الذكاء، ما بعرف انا هيك اهلي اقنعوني عشان اتقبل حالي ولما كنت صغير. عسى حكي فاضي بعد ما شفته والله، يعني حس شوي حيقل ثقتي بحالي انه اي ولا صوره هو حاططها مع صباحه. المهم يا جماعه بتروح الفيديو بتلاقي تعليقات زي في عبده مثلا
المغنية العريقة الأخذت جائزة الأم المثالية سعدينا فيفي عبد حبيبة قلبي بوسات، لأن هي فكرته أنا فبعدت بوسات على الفيديو. أنا أعطته فيوز، أعطته مشاهدات، أعطته فيوز ومشاهدات مع بعض. الموضوع يا جماعة إنه أنا كتبت له شغلة، كتبت له ليش المسح الثقيل ركبت الهسة حمرا عليها 2000 لايك. تاني أكثر تعليق عليه لايكات هو تعليق واحد عليه صح هيك 300 لايك وانا عليه 2000. يا اخي ما عبرتنيش ليش. وهسه يا جماعه بدي اعمل فقره اللي ما عملتها من زمان، من زمان ما نزلت فيديو ما قدرت اوصل 8 دقائق، فلازم اعملها انه اصلا ما واحد من اصحابي. انا بطلت اعملها بصراحه لسبب واحد، لاني انا خسرت اغلبيه اصحابي من الموضوع هذا، انه بكون مزعج. يعني هسه الساعه 8 الصبح حاسس انا واحد من اصحابي اقول له انه في واحد طشني كف، في شاب طشني كف، وبدي اشوف رده فعله. يعني المفروض انه الزلمه، اسمعوا هذا الزلمه البني ادم اللي بعتمد عليه، البني ادم اللي انا متاكد زي اسمي هسه حن عليه ويفزع لي. دقيقه خلينا نهدى له. هلا اخوي. ليه؟ صباح الخير اخوي. اسمع في شاب لطشني كف يا زلمه. اول واحد؟ لا يعني جديد يا اخوي، في واحد لطشني كف، جديد يعني طازه لسه. يا اخوي. طيب. تفزع لي. ولك جد لطشني كف، يعني انه نزلها فيديو وفضيحه صارت كل الدنيا، ولك مليون واحد شافها. لو كل واحد يلطش كف بدي ابزعلك وبقضيها ابزعلك. يا اخوي بس يعني عشان هيك بحكي معك تليفون وانا بصور فيديو، فاهم علي؟ فبدي اياك هيك تبين حالك زلمه عادي، بس هيك ما وحده بحياتك اخوي. مين الكلب اللي سعدينك اخوي؟ يمكن اقص المقطع احطه، مش عارف يعني حسب اذا بدي احط حالي انا بتنكس ولا لا. وهذا يا جماعه شفتوا كيف فزعه، يعني سعدينه والله انه اخوي. ويا جماعه خلص هيك خلص الفيديو، بتمنى عجبكم القصه، خلصت كف ونطشته وخلص وانفضحت. بس مش انا يعني، اكيد انتوا عرفتوا مش انا، يعني اتوقع من اول دقيقه عرفتوا. بس استمتعت والله، استمتعت بالفيديو هذا، كنت جعبالي اعمله. فبشوفكم بكره بفيديو جديد، لاني شكلي حسفح، شكلي حنزل فيديو كل يوم. بس انا كل ما اتحمس زي هيك ببطل انزل، فبديش اتحمس خلاص. انا ما اتحمس، اهم ملاحظه. ويسعدنكم، بتمنى عجبكم الفيديو يا جماعه. يلا بيس.